البداية بس أنقل لحضراتكم جميعا رسالة أنا محمل بيها من شعب ومواطنين الإسماعيلية، بيقولوا لكم نحن ننتظر بفروق صبر قدومكم ووصولكم على أرض الإسماعيلية لتنفيذ هذا الالتزام الرائع وهذا الالتزام اللي طال انتظاره لان بقالنا سنتين ما نفذناهوش. ان شاء الله الاسماعيليه بكل امكانياتها سواء الجهاز التنفيذي او شعب الاسماعيليه بكل ما يملك من امكانيات مسخره لانجاح هذا المهرجان العظيم. انا عايز اقول في البدايه رساله شكر وتقدير للسيد وزير الثقافه وكل اجهزته المعنيه، رسالة شكر وتقدير للدكتور أحمد عواض السيد رئيس اللجنة المشرفة على الدكتور عاطف المشرفة على المهرجان، كل أجهزة وزارة الثقافة بأجهزتها المحترمة على المجهود الرائع الذي بذل لصالح إنجاح وإتمام هذا المهرجان اللي كان يعتبر حلم بالنسبة لنا في الإسماعيلية. إحنا عندنا في الإسماعيلية محافظة فيها خصائص ان هم بيحبوا الفن وبيحبوا الجمال وبيعتبروا جزء من شخصيتهم وجزء من الامور اللي على بؤرة اهتمامهم المهرجانات والكرنفالات واللي بيبان فيها الروح الجميله للشعب الاسماعيلي. مهرجان الاسماعيليه تم تنظيمه 17 مره سابقا وتوقف لاسباب. النهارده السنه دي ان شاء الله شهرنا بنستعيده، وانا طبقا لما تم التاكيد بالنسبه لكل القائمون على المهرجان ان هو بيستعاد في افضل صور، بيستعاد في نسخه ستكون حديث الساعه. احنا ان شاء الله بنتمنى ذلك، بنتمنى ان يكون عند حسن ظن شعب مصر كله. عايزين من على ارض الاسماعيليه ان شاء الله يوجه رساله رائعه للعالم كله، رساله في كل اتجاه، رساله تحمل ان مصر قررت إن شاء الله قرارها هينفذ بأنها تعود إلى موضعها الطبيعي بين دول العالم. الحزن اللي حصل السنة اللي فاتت لما توقفت الدورة، لأن مهرجان إسماعيلية ده مهرجان يعني من أقرب المهرجانات القريبة للشباب السينما في مصر، مهرجان كان غني جدا، مش كنا يعني متعودين نروح مهرجان إسماعيلية كل سنة ومش مستنيين، مش منغلقين بس على عدد البرامج الموجوده، احنا كنا بنبتكر حاجات وبنعمل فعاليات في لحظتها ونستاذن استاذ علي ابو شادي فيها فيسمح لنا. كنا ساعات بنجيب بروجيكتور في الجنينه بتاعه فندق ايفاب ونشغل افلام يعني ما كانتش جوه المسابقه الرسميه وكان بيتم الترحيب بينا. فكون المهرجان الاسماعيليه وقف لسنه ده كان حدث جلل جدا، كان في تحدي كبير قوي ان احنا نطلع الدوره دي بدوره مبهجه، دوره شابه، دوره تقدميه جدا. فيعني العنصر الاساسي، العنصر البشري الاساسي اللي بيشكل المهرجان هو من الشباب، اكبر واحد تقريبا فينا عنده 35 سنه، معظم الستاف بنات، المراه يعني في عندها تمثيل قوي جدا في المهرجان، حتى في لجنه التحكيم، لجنه التحكيم يعني تعتبر اصغر لجنه تحكيم حصلت يعني اوفر اول كلهم، يعني نينو كرتاتزي عندها 52 سنه فما نازل، عند نينو كرتاتزي من جورجيا وارمينيا. نينو ممثله مشهوره ترشحت لاوسكار في 2004، ترشحت لعده جوائز فرنسيه منها سيزر، كمان هي مخرجه تسجيليه مهمه، حازت على جوائز مهمه جدا في مجال السينما التسجيليه من مهرجانات سان دانس وادولف جريمر، اهم مسابقه تسجيليه في المانيا. معانا كمان هيراشا كشيشيان مخرج ارميني مهم متخصص في افلام الحربيه ومنتج وكمان رئيس قناه ارمينيوز، اهم قناه تلفزيونيه في ارمينيا. كمان عندنا انيت ميليس فنانة تحريك من لاتفيا، عايشه دلوقتي في زيورخ، بتشتغل مستشاره لاهم شركات دعايه واعلان في سويسرا، حصلت على ماجستير في مجال التحريك وليها اكثر من 10 مؤلفات في مجال التحريك، برغم انها
من مواليد 83. في كمان المنتجه والمخرجه الفلسطينيه مي عوده والموزعه، وهي بتوزع دلوقتي اهم مجموعه افلام تم انتاجها على مدى السنتين اللي فاتوا، منهم 3000 ليله وفيلا توما، واخيرا التمثيل المصري ومسك الختام يعني استاذنا الكبير عصام زكريا اللي هيكون بيمثل مصر في لجنه التحكيم. كمان في لجان تحكيم فرعيه من جمعيه نقاد السينما المصريين ومن مؤسسه اكت ومن جمعيه التحريك المصريه. المسابقه فيها 74 فيلم، 9 افلام تسجيليه طويله، 15 فيلم تسجيلي قصير، 25 فيلم روائي قصير، 27 فيلم تحريك. في 5 افلام بانوراما سميناهم عين على العالم، فيهم موضوعات مختلفه اهمها موضوعات من اسيا. مهرجان اسماعيليه اختياراته للافلام السنه دي كانت على غير العاده شويه، بعيده كتير قوي عن السياسه، يعني كان معظم الافلام التسجيليه على مدى تاريخ مهرجان اسماعيليه العنصر القضايا السياسيه مطروحه فيها بقوه، لكن انا يعني بحثنا عن البعد الانساني اكتر في الافلام، وكانت الاختيارات اختيارات معظمها قضايا اجتماعيه لا تقل اهميه عن القضايا السياسيه اللي بيتم طرحها في المعتاد. زي ما قال دكتور احمد، في ورش بتستهدف بالاساس شباب قناه السويس، يعني بشكل كبير حاولنا نعمل دوره تليق بتاريخ مهرجان الاسماعيليه. وفي كتابين صادرين عن مهرجان الاسماعيليه، كتاب عن استاذ سمير عوف من تاليف استاذ سعيد شيمي، وكتاب عن تاريخ مهرجان الاسماعيليه من دورته الاولى وحتى الدوره ال 17 من اعداد استاذ سامي حلمي، ويعني متشوقين جدا لرايكم في الدوره. شكرا.